علام، برأيك مين هاجمنا؟ الكل اتحموا يا بماتي. معناتها ليش ما قتلونا؟ كان فيهم يحطوا القنبلة بالصالون كمان. معناتها في حدا بيخافوا على حياته. صحيح، لو انفجرت القنبلة كان عسكري مات. وهلأ بدك يانا ناخد عسكري ولا نقتله؟ شو رح نساوي فيه إذا أخذنا؟ طيب مثل ما بدك. خفت إنك تعذب حالك باستجوابه. هي المسافة معلم، خاصة إذا كانت السيارة مدرعة. ننزل ونقطع طريق السيارة. كسر الدرع أسهل يا ميماتي. ليكو جاي.